الزبيج المغربي القصير، كل شي واحد ماشي جليج مغربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الغاليين، متتبعي الكرام، هذا هو الجزء الثاني اللي وعدتكم به. اليوم غندخلوا المتاحف الموجودة في القصر البديع، وغنلقاو مجموعة من الأثارات التي تم العثور عليها في منطقة أغمات أو مدينة أغمات كما ذكرها الشريف الإدريسي الجغرافي المعروف. هنا أغمات أخوتي هي واحد المنطقة في الجبال، وهي مهد الدولة المرابطية. مهم نخليكم صوت وصورة في هذا الفيديو، ما تنسوناش باللايكات وبالتعاليق الجميلة، وإلا جات على خاطركم أخوتي شاهدوا حتى الأخر وما تنسوش الاشتراك. مدينة سعودية ديال أغمات السياق الجغرافي التاريخي بعربية فرنسية، هنا الخرائط كاملين هنايا، وهنايا هنا في كل مكان، ودائما يلاحقنا صدى الجداول التي تنحدر، يعني جاي من الأطلس تعبر عن طريق 20 ماما. هذه أغمات الموطن ديال يوسف بن تشافين. فامشي الدور القرآن على خاطري، هنا البكري مقتطف من مسالك الممالك ذات مدينة أغمات، وهي مدينتين البكري. الطريق من مدينة أغمات إلى سوس. الخريطة ديال أغمات، الشبكة المائية التي بنى أقليمها لأغمات وظواهرها. مدن القدس الإدريسية المسكوكة بأغمات. هنا بقصر منين نمشي للدار ونقرا هذا بجبس الجبس هذا الكبس الكبس جبس
هذا كله الجوز. هذا فين هو؟ القرن 16 حتى القرن 18 ميلادي. سميتو شي كان شحال هذا؟ جار الدولاب بزاف، جار الاتاريات اللي كانوا في اغمات كامدين هنايا ديال القرن 16 حتى 18. الجرة اغمات، وهادي جرة صغيرة، جرة صغيرة ديال البيبان. هادي اللي كانوا شنو هادي؟ هادا خصني نمشي من اللعيب باش نصورها. هادا شنو هو؟ هادا قنديل؟ قناديل كله. هادا واش كانوا تيضويو بشحال هادا؟ والله هاكا. هادو الحيلين؟ هادا عظم، هادا دبيش. هذا المقبض كبير الباب ولا شي حاجه، هذا مغطيات اواني فهمتي، ديال البريق ولا ديال شي توصيل، شي توصيل كامل الشطوطه. شوف شي برازيلي شي هذا تلبيس الجليج، ها الجليج المغربي تيقول ها هو القرن 16 هو الجليج المغربي القصي، كل شي واحد ماشي جليج مغربي. حوادث، حوادث فخارية، دور ديال السيما وديال البلاستيك. سنة 2005 اكتشف الموقع الأثري لأغمات في أعقاب تنسيق بين المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث وجامعة فاندربليت الأمريكية. استقر المرابطون بهذه المدينة القديمة إلى حدود تشييد مراكش سنة 1062، وجعلوا منها مقرا لإقامة نفي ملوك الطوائف بعد توحيد الأندلس. لهذا السبب يوجد بها ضريح المعتمد بن عباد حاكم إشبيلية، شاهدا على حقبة تاريخية تعود إلى نهاية القرن العاشر. والمعتمد بن عباد هو غني عن التعريف، عميد ملوك الطوائف في الأندلس وحاكم أوسع رقعة جغرافية فيها، وهو سليل عائلة لعبت دورا في السياسة والرياسة والقضاء في الدولة الأموية بالأندلس، وهو من أكبر شعرائها وواحد من أسمائها اللامعين في ميدان الحرب. ولد غرب الجزيرة الأندلسية عام 432 هجرية 1041 ميلادية في مدينة تسمى باجا جنوب البرتغال، ومات أسيرا لدى المرابطين في أغمات سنة 488 هجرية موافق ل 1095 ميلادية. وسبحان الله هذا القصر شحال كبير بزاف أخوتي، وأنا واقفة في هذاك المكان كنت نقرا لكم هذيك اللافتة، حتى هذاك البلاصة بقاو منها غير الآثار. كانوا تما عدة قباب، وهذوك القباب عندهم أسماء جميلة جدا. كاين القبة الخمسينية، وقد سميت كذلك لأن فيها 50 ذراعا على ما يقول المقري، وهذا واحد من المؤرخين
في نفح الطيب، أو ربما لأن المصاريف عليها بلغت 50 قنطارا كما ذكره المعلق على روضة الآس. وهناك أيضا قبة الزجاج أو قبة الذهب وقبة النصر وقبة التيجان والقبة الحمراء والخضراء والبيضاء والقبة العظمى التي أمر العاهل باختطاطها لاستقبال الوفود من المماليك القادمين من المشرق أو المغرب. كما امتاز القصر ببناء الصهاريج المختلفة المساحات والمقاييس والأشكال الجميلة، وقد شيدت على أرض ارتفعت على أصول الأشجار حتى يستفاد من مائها لسقي الحقول المترامية تحتها. وكانوا هذوك الأشجار مثمرة جدا لدخل تياكل منها، كان تضرب بها الأمثلة الشعبية، وكانوا تيرددوا واحد المثل تيقولوا أجرد مالحة فين كنتي سارحة، الجنان صالحة، أش كليتي واش شربتي غير تفاح وغير النفاح، يا قادي يا بو مفتاح إلى آخره. وهذا كانوا تيقولوا على هاد الجنان اللي كاين هنايا، الجنان الصالحة اللي كاين في قصر البديع. خرجنا خوتي من قصر البديع متجهين نحو مكان آخر، إن شاء الله نلقاو مفتوح ونصوروا لكم. انتظروا الفيديوهات القادمة إن شاء الله، غنحط لكم فيديوهات على مراكش مازال كاين ما يتشاف ومازال كاين ما نشارك معكم أخوتي. إلى هنا غيسالي الفيديو ديالي في هاد الدروبة ديال الملاح في هاد الأزقة الجميلة الحمراء. ما تنسوناش باللايكات، وإلى اللقاء، أحبكم في الله جميعا.